السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. اليوم الاثنين 11 يناير 2021 ميلادي، ونستأنف النشر على قناة دكتور فايت شانل. بعدما توقفنا هذه المدة كنا ننشر على قناتنا الثانية دكتور فايت بلاتفورم، وهذه القناة الثانية دكتور فايت بلاتفورم هي التي تهتم بالعادات والتقاليد الغذائية والثقافة الغذائية، وتهتم كذلك بكل ما هو طبيعي. ونشرنا فيديوهات كثيرة طيلة هذا الأسبوع على قناة دكتور فايت بلاتفورم، وممكن أن تطلعوا عليها، وهي كلها حول المواد الغذائية والمنتوجات التي تكون في فصل الشتاء، والتي يجب أن يستفيد منها الناس في وقتها لأنها لا تكون في الفصول الأخرى. وتكلمنا عن المواد الغذائية كذلك التي تنفع الناس في هذا الفصل البارد، والتي كانت من قبل تستهلك في فصل الشتاء. وهذه المواد، هناك أنواع اللحوم التي تستهلك في فصل الشتاء هي لحوم الدواجن، لأن من قبل كانت الحيوانات تكون هزيلة في فصل الشتاء ولا يستهلك اللحم، وكان الناس يستهلكون لحم الدجاج البري البلدي، ويستهلكون لحم الديك الرومي البلدي البري، في المغرب نسميه بيبي. وهذه أحسن لحم بالنسبة لفصل الشتاء هو الديك الرومي البلدي البري، وليس ديك المزارع. الدجاج البري أو هذا الديك الرومي البلدي البري، كذلك ديك الحبش. ومن النشويات تستهلك الذرة والدخن، في المغرب نسميه اللان، ويسمى الدرع، ويسمى البشنة، تسميات. وهذه الذرة، لأنه هو الدخن ليس فيه جلوتين، هو الدخن يصنف مع الذرة لأنه نوع من الذرة، فالذرة والدخن وكذلك الشعير. ومناطق في المملكة، في المغرب، مناطق شاسعة كانت لا تعرف إلا اللفت والشعير والبصل، وكذلك الفصة أو الفصفصة في هذا الفصل، يعني فصل الشتاء. فمن النشويات الذرة والدخن والشعير، ومن البقوليات يستهلك الفول والجلبانة، هذه البازيلا، وكذلك الحمص. هذه الثلاث أنواع قوية في فصل الشتاء، وهي تستهلك في المغرب، كل البلدان المغاربية تستهلك هذه المواد، الفول والحمص بقوة. بلاد الشام يستهلك العدس، في مصر كذلك العدس، وفي المغرب نستهلك البازيلا الجلبنة على شكل حساء، هذه تسمى بصرة، إما هذه الفول أو الجلبنة، هذه البازيلا. وكذلك يستهلك الحمص في المغرب، ويستهلك الفول والحمص في الجزائر، ويستهلك كذلك الحمص في تونس، هذا اللبلابي، والدبارة في الجزائر، وكذلك المرمز في تونس، وحساء حمص مع بصل ودجاج. وفي المغرب نحن نستهلك الحمص على شكل شوربة، هذه حريرة، ويكون معها عدس كذلك. وهذه البقوليات هي تسخن الجسم، وهي قوية، وهي تنفع الناس في الفصل البارد، الفول أو البازيلا أو الجلبنة. بالنسبة للنساء التي تشتكي من الفول لأنه يسبب لها غازات، فالبازيلا الجلبنة أحسن من الفول بالنسبة للنساء، وهي أقوى منه، وليس فيها الاكتينات، وهي ليس فيها حتى بوتاسيوم بكثرة، هي فيها ثلث البوتاسيوم موجود في الفول، بالنسبة للذين يمنع عنهم الطبيب البقوليات لأن فيها بوتاسيوم. فالبازيلا هذه جلبانة فيها ثلث البوتاسيوم موجود في الفول، وممكن أن يستهلكها الناس بدون أي مشكل. فمن الخضر، هناك خضر شتوية لا تكون إلا في هذا الفصل، وهي قوية، ويجب أن يستفيد منها الناس كذلك. ليس هي جيدة لفصل البرد طبعا، لكن أن يستفيد منها الناس الذين لديهم أمراض. وربما نعود في حلقة أخرى لنتكلم عن تفاصيل هذه الخضر. فهذه الخضر هي اللفت، يعني أول وأقوى الخضر الذي يستهلك في فصل الشتاء واللفت. واللفت لا يكون إلا في فصل الشتاء، وقد يمتد إلى فصل الربيع، ولا يكون في فصل الصيف بجميع أنواعه، اللفت الصفر واللفت الأبيض، وهذا واللفت هذه المرة، هذه الجذور نسميها هذا اللفت المحفورة في المغرب، ثلاث أنواع. كذلك الروتباقة، الروتباقة أقل أهمية من اللفت. هذه اللفت بأنواعه، والبصل الطري، البصل بالأوراق وليس رؤوس البصل، البصل الطري، هذه البصل الأخضر، وكذلك الكرات والثوم، ويستهلك الخرشوف، ويستهلك البسباس، ويستهلك الكرفس. الكرفس هو يستهلك في فصل الشتاء، وينفع الناس في هذا الفصل البارد، وأن يستهلك بكثرة.
شوربة كرفس، وكذلك الجزر والقرنبيط وهذا الملفوف، هذه كلها خضر شتوية بامتياز. الجزر واللفت لا يستهلك في فصل الصيف، وأن يحفظ الناس هذه الأشياء. أنواع الخضر التي تكون في فصل الشتاء هي هذه، كذلك الفصة أو الفصفصة، هذه البلدية تكون في مناطق يعني مناطق الجنوبية من المملكة، وكانوا من قبل يستهلكونها بكثرة كذلك، هي يعني اللفت والفصفصة، هذه الفصة والبصل والشعير هذه، وهناك وجبات معروفة يعني هذه أمرقاس، هذه أبدز، وكذلك وجبة هذه فنوزن وأفدوز، يعني وجبات كثيرة يعني كانت تحضر من الذرة ومن الشعير ومن البصل ومن أوراق اللفت. أوراق اللفت كانت تستهلك بكثرة وبقوة، وكانت تنفع الناس. هذه الخضر التي تكون في فصل الشتاء ليس فيها بروتين ولا كربوهيدرات ولا أي شيء، هذه فيها ألياف غذائية وفيها فلافونويدات وبوليفينولات وفيها أملاح معدنية وفيتامينات فقط، ولذلك هي خضرة قوية ولا تضر أي، يعني ليس فيها تحفظ، هي لا تضر، خضر كلها جيدة، ويستهلكها كل الناس بما في ذلك الذين لديهم أمراض مزمنة وحتى أصحاب هذه الأمراض المناعية الذاتية. وكثير من الإخوة والأخوات يخلطون النصائح، أنتم تستمعون لناصحين آخرين وتخلطون النصائح وتقولون أنكم تتبعون نظام الدكتور فايد، وتكتبون في التعليق يعني أنا ممنوع علي اللفت لأن عندي غدة درقية. أنا لم أمنع اللفت على أصحاب الغدة الدرقية، ولم أمنع زريعة الكتان، ولم أمنع حب رشاد على الغدة الدرقية. أنتم تخلطون النصائح، أنتم هذه حذرناكم من هذه النصائح الكاذبة، حذرناكم من هذه النصائح التي أصحابها ليس لديهم تخصص، هم يقرؤون أشياء في النت. هذه الأشياء لا تضر، ويجب أن لا تخلطوا النصائح. ولذلك كنت طلبت من الإخوة والأخوات إذا كانوا يتبعون دكاترة آخرين أن ينسحبوا من القناة، لأنهم سيتضررون، وفي صالحكم، أنتم ستتضررون إذا بقيتم رجل هنا ورجل هنا. أنا منع علي الطبيب يعني اللفت، أنا منع علي الصوجة، أنا لم أمنع اللفت ولا حب رشاد ولا حبوب الكتان ولا حبة سوداء ولا بقوليات ولا نشويات ولا يعني ولا فواكه، أنا لم أمنع هذه الأشياء على الناس. نصائح الدكتور محمد فايد معروفة، والذين يخلطون النصائح فيجب أن ينتبهوا، يعني لأنكم لا تستفيدون من دروس دكتور محمد فايد. أنك يعني تشاهد الشريط وفي الأخير تكتب في التعليق أنا لا أستهلك اللفت لأن لدي غدة درقية. أنا لم أمنع عنك اللفت لأن أصحاب الغدة الدرقية يستهلكون جميع المواد الغذائية. لا أدري لماذا يعني هؤلاء يكتبون هذا التعليق. أنا إلى حد الآن لم أمنع هذه المواد على اللفت، لم أمنع اللفت ولم أمنع حبوب الكتان ولم أمنع حب رشاد ولم أمنع حبة سوداء ولا البقوليات ولا الفواكه ولا أي شيء، لأن رأس ملعقة حب رشاد لا تضر أصحاب الغدة الدرقية، ولأن هذا اللفت مع الخضر ما يستهلك مع المواد الغذائية، هذا اللفت لا ليس اللفت الذي يضر الغدة الدرقية. المواد المصنعة هي التي يجب أن يتجنبها الناس، والزيوت المهدرجة والزيوت المكررة، وكذلك المقليات وهذه الحلويات والأشياء هذه هي التي يجب أن يتجنبها، وليس اللفت. ويجب أن ينتبه الناس لأن نحن لا نخلط النصائح، هناك نصائح الدكتور محمد فايد وهناك نصائح الآخرين، ولو كانوا أمريكيين ولو كانوا أوروبيين ولو كانوا من أي بلد. نحن نعلم ما نقول ونحن لا نتراجع، لأن هذه أشياء ثابتة وهذا علمنا ولا ننقل من أحد، ونحن دائما نتكلم عن الأشياء التي يعني نأتي بها نحن وليس نأتي بها من الآخرين. فهذه المواد الغذائية التي تستهلك في فصل الشتاء هذه كلها قوية، وهي كلها جيدة لأصحاب السرطان، جميع أنواع السرطانات، وهي جيدة للأمراض المناعية الذاتية، وهي جيدة لأمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط، وجيدة حتى لأصحاب السكري. أصحاب السكري لا يضرهم اللفت، هو جيد لهم، ولا تضرهم هذه البصل، هو جيد لهم، ولا يضرهم هذا الخرشوف، هو جيد لأصحاب هذا السكري. وكذلك الخضر كلها جيدة، ليس فيها ما يؤذي، فقط الجزر، هذا الجزر فيه شيء من السكر، لكن إذا كان مع الخضر
أو كان مع شرباء أو شيء فهو لا يضر، يعني كمية ضئيلة وقليلة، ومع خضر بزيت الزيتون فلا أظن أنه يضر المصابين بالسكري. فهذه المواد يعني أنواع اللحوم وأنواع البقوليات وأنواع النشويات وأنواع الخضر، وكذلك بقول سنتكلم عنها، لا زلنا لم ننشر هذه الأشياء على دكتور فايت بلاتفورم، يعني نشرنا الخضر لكن باقي لا زال البقوليات، ربما ستنشر إن شاء الله ابتداء من غد، ونبقى نكمل نشر على دكتور فايت شانل ببرنامج ماذا نأكل، لأن لا زلنا مع مواد غذائية وسنتكلم عن هذه المواد الغذائية في إطار برنامج ماذا نأكل، يعني بالتفصيل لكي نفصل هذه المركبات والمكونات وكيف يستعملها الناس. لكن دكتور فايت بلاتفورم هي قناة لعادات وتقاليد، وهي كالثقافة غذائية، يعني ماذا يستهلك الناس وكيف يستهلكونه، الشاعير مع اللفت، الذرة مع اللفت وزيت الزيتون، حب الرشاد مع الحساء، هذه هي الأشياء التي سنتطرق إليها في القناة الثانية دكتور فايت بلاتفورم. وكان من الممكن، يعني كان من المفروض، ليس من الممكن، كان من المفروض أن يكون عدد المنخرطين على القناتين هو نفسه، هو يعني، لكن مع الأسف قناة دكتور فايت شانل 1,416,000، وقناة دكتور فايت بلاتفورم 92,000. وهناك بعض الكثير من الناس لما يروا عدد المنخرطين منخفض يشك في القناة، هذا هو المشكل. ونحن لا نطلب من الناس أن ينخرطوا، نطلب من الناس أن يستفيدوا، فإن كانوا يستفيدوا فأهلا وسهلا ومرحبا، ولا نطلب منكم شيء، وإن كانوا لا يستفيدون فيجب أن ينظروا إلى قنوات أخرى أو أن يتبعوا أشخاص آخرين يقتنعون بهم ويستفيدون منهم. فإحنا نحن غايتنا يعني أن يستفيد الناس. الذين ينشرون المعلومة بحجة أنهم يريدون تعميم الخير للناس فهؤلاء ينافقون ويكذبون، لأن هذه المعلومة تنشر على اليوتيوب، لماذا تحمل الشريط وتعيد نشره؟ فيعني هؤلاء الله وحده يعلم ما في قلوبهم، فليتركون في حالنا، ولا نسمح لأي أحد أن ينشر معلوماتنا على قناته أو على صفحته على الفيسبوك. وهؤلاء لا نحبهم لأنهم لا يريدون الخير للناس، فهذه المعلومات تبقى مجموعة على اليوتيوب ويشاهدها الناس، فهي تصل إلى الناس. لماذا يريدون أن ينشرونهم؟ ولماذا يحملون هذه الفيديوهات وينشرونها يعني في منتديات على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى بعض المنصات الأخرى؟ فإن كانوا يريدون الخير للناس حقا، يعني أن ينشروا رابط الفيديو. هذه هي الأمانة العلمية لكي لا تظلم صاحب العمل. وهذه هي الأشياء مع الأسف الشديد التي لا تقع في البلدان الغربية لكن تقع في بلداننا مع الأسف الشديد. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.